أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معناه أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ وهناك أحاديث أنها لن تقوم الساعة حتى لا يذكر الله عز وجل في الأرض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ أحسن الله إليك. لا تعارض بين الأحاديث، لأن هذا الدين سيستمر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله. وأمر الله فسر بطلوع الشمس من مغربها، أي إذا طلعت الشمس من مغربها فإنها لا تقبل التوبة ممن تاب، ولا يقبل الإسلام ممن أسلم بعد ذلك. وأما أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هذا في آخر الوقت، إن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، ولا يبقى في الأرض إلا الكفار، ثم تقوم عليهم الساعة، لأنه ما بقي التوحيد في الأرض إنها لا تقوم الساعة، وإنما تقوم الساعة إذا فقد التوحيد من أهل الأرض جميعا، حينئذ تقوم الساعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. نعم.